غادي نواصلوا رحلتنا الفنية هذه الليلة مع مجموعة أرشاش. Thank you.
مجموعة أرشاش وفية لأدائها الجميل اللي دشناتوا في نهاية السبعينات، وحنا سعداء باستقبالهم في هذا السهرة من غني ومغربي. ياسي محمد أقرام، مساء النور، مرحبا بك معنا. مجموعة أرشاش كيف قلت يعني بدأت هذه تبارك الله 40 عام، يعني في وقتها اللي كانت يعني ظهرت فيها واحد المجموعة من المجموعات. تكلمنا على البداية، واحد الكم ديال المجموعات اللي في السبعينات اللي بانت وبقى فيها غير القليل، ماشي يعني بداو الناس الغيوان، جيل الجلاله، المشاف، تقدا، زنزار، نوداد، واحد العدد ديال مجموعات امازيغن في الاطلس. وارشاش مازال حاضره اليوم ومازال يعني وفيه كيف قلت للاداء وللاغاني يعني ديالها الهادفه، مازالين مواصلين على نفس النهج. سي محمد، اي ديما من نفس النهج، ديما كيما بدات ارشاش وهي بقى، واخا بعض العناصر ما بقاوش في المجموعه ولا الشباب دخلوا للمجموعه، ولكن هذا ما منعناش باش نبدلوا يعني الطريقه ونبدلوا الاغنيه الملتزمه. تبارك الله عليكم، حنا كنتمنوا لكم الاستمرارية.